الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في جميع أجمعين. آمين مقاصدنا ومقاصدكم جميعا. ما سيا هلا حال أبو درسي سيمان هاتي نسر هل وزاني حال وزاني بدس حاله وحال من لها الله ما سدرسي كم ما زوق قرز بوز الحمد لله آسان بوه والحال إن ينصب بفعل مصرفة صرفة أو صفة مشبهة المصرفة مصرفة فجائز تقديمه فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا الله حال أقر يعني آيات دو حالتي هي حال داري يا عامل كي فعلك متصرفة يا صفتك وفعل متصرف وهي لم كاتاني أكري حالك بيرزي الحالك وعاملك بي بلي ما مصيّا في شردك يا بلي ما مصيّا ما أبو ونخي رقبانيا والحال ينصب بلي ايه أخبرنا. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز خلافا للكوفيين تقديمه على ناصبه ما لم يعارضه معارض من كون عامل من كون عامله يصل أو لحرف مصدري أو مقرونا من الاسم أو الابتدائي أو كونه جملة معها الواو بلي مع الواو تبن منكاك جان له اگر هات حال منصوب بعامل كفعل فعل متصرف يا صفته ولا فعل متصرف شو او الدروس تبيج ناصب بيج عامل كيف في شان يكون في كان انا فرمن واس هاد الدرسنيه يما قال ان الدروس تاع الدروس تاع كبر جريك ريليا نجري ريجريك ريليا نجري اكو امانه يا كم انا عامل كي صلي قلبي بله اكو شيء مثلا أنا القارئ قاعدة. بله. أنا القارئ قاعدة من بدأني شو يخون يسأل القارئ شو كصلة ألا قاعدة كحالك أنا تاني في شيء. رونا ما مصيا. إيه. لا يعجبني ما قرأت قاعدة. يوم خرج بك كيف كل خوان ما بدأني شنو. نش قم معك معي مصرية. ناتواني أم قاعدة في شيء كذا. يا لامي قسمي لقلابي وكو مثلا لو كانت لامي قسمك عاملك لامي قسمي لقلابي والله إنك لقارئ قاعدا بالي ما سيء ولا لامي قسمي لك والله شيء والله لتقرأ الدرس قاعدا أبو لامي قسم بالي يا أبو لامي ابتداء إنك لقارئ الدرس قاعدا. بلى ما مصيا. إيش إنك ليا جملة كواي حالي بي جملة كواي حالي بي مثلا قرأت الدرس وأنت قاعد. شو كواي حالي بي وناك ليش بيش قوله وأنت قاعد قرأت الدرس. بس ما صار لبروية كوا أما أنا صدرت كلامي عن بوها يعني شيء. أو أنا صدرت كلامي عن بوها وهو حالي كسي كواي عاطفي لدي. أنا حالي تكيت أنا نكات أول وزاني جملة قبل في شعات وثلاوات وسرع رونا ما مصيا داي أكو شيء مسرعا راحل كابرا سفرك أو كابرا سفرك ببلا ومخلصا زيد دعا بدل صوزية وزيد دعايكر أسألي يا سنك عاملك اللي أنا راحل صفة للدعاية فعلا عامل حالك في شأنك جائزة بلي ما مصيا نعم. جائزة بلي فإن كان ناصبه غير فعل كاسم الفعل أو المصدر أو فعلا غير متصرف كفعل التعجب أو صفة كذلك بلي كفعل أو صفة كذلك كفعل التفضيل في بعض أحواله لم يجوز تقديمه عليه إيه أما أجر هاتوا عاملك أم لا محتاج الشرس كان يعني أجروا عاملك منصوبك بفعل نبوكوا اسم الفعل بلي داوكوا مصدر لا فعل بو بلا متصرف نبو وكو فعل تعجب لا صفة بو أوج متصرف نبو بلي ما مصيّن بلي
ولو كاتاني اكو شيء اسمه التفضيل لهندي حاله ثانية او لو كاتاني دروزني حاله كيف عامل كيف كيا لا اسم التفضيل دو حالتي هي ايش يعني ويا اصلا هر لشيء لفعل غير متصرف كيف تبيني دو حاله هذا بخيل اخريال هذا بصرا اطيب منه رطبا زيد مفردا انفع من عمد معانا بلد. او حالتك وكو غير متصرف ويا لو كانت انا اسمك ابو حالي هي ناكري هي شان في شيء كذا رونا ما مصيم بس كان خوش بيا اخو ضابطة جميع العوامل اللفظية باجوان بخم لي حالي بذل اسم التفضيل دو حالي كاتي لهندي احوال كان يا كنكري تبيني دو حالة او غير متصرف ويا لو كانت حالك في شيء ناكري الله مقر بيني اللي بيني دو حالة بوك ولا ملاعي خياني لو كاتا وقت متصرف نية كريب يا شيكي وقت فعل غير متصرف نية كريب يا شيكي بالي بالي يا مصير يارونا قربان ايه اي وقت بينك ضابطة بالي بس ما مصير يقنم نبوب او افعل تفضيل نايني تبا برجابونا يعني انت اذكى طلابي قارئا ما فرق يا اكثر طلابي حزك يبقى قارئا اها قربان دس كان خوش بي اي دلير انا قاري انا ناتو انا بيز اكسلو ويا ازكاب كي ايش من تفضيلك بل امام سيجان دس كان خوش بي اخو بل ام جاري دو حالي ابن ابي حالي كان لتيش دو حالي كان لدو ابي هو لو كاتا حالك كيش لو كاتا انا كيش اخيان يتولي ان شاء الله يا ناويت امام سيجان دو يا ناويت ان شاء الله ضابطة بلي. جميع العوامل اللفظية تعمل في الحال إلا كان وأخواتها وعسى على الأصح. لسبب قولي أهم عامل اللفظية هذا كان عمل كل حالة إلا كانوا أفعال ناقصة وأفعال مقاربة نبي أمانات من ثلاثة أصح نعم أبو عساك على الأصح. ما علتك؟ والله إذا ما أنا ضعيف اللي عمل نبي سلاو عربي بك أو أشتري بلين اللي العرب بكاتين هنا وكاع حاليا بوين لو فات بس كان خوش بها فونسي وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في جهر في هجر في هجر وايا الله كمعنى فعل كيتابي وحرف فعل كيتيانا به بلي. يعني هو فعل معنى فعل لإصهار خنوت أنا معنى فعل لفظ ترهن فعل نين وبلا معنى فعل أنت يا أجر عاملك يا أبو ناتو أنا عملك لحالة كبكية دواوة يعني أبي حتما حالة كل دواوة أبي أملك يشيو يعني خوي ناتو أنا حرفك كمعنى فعل تيا بكية دواوة آخرين لدواوة عملنا كأبي اللي فيشو ديارك أو بي اللي فيشو بي حالة كفبي لدواوة بي بلي ما هو مسيّم نعم أكو أمن المنانيش ينا وكليته كليته كتلك ليته وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر أكو هو أنواع أكو أما أنواع شيء تلك ليته وكأن تلك مثلا هنا اسم إشارة ليته حرف تمنية كأن حرف تشبيه لعل حرف ترجية وهذا التنبيه هاي التنبيه وهاي التنبيه وظروف المتضمنة معنى الاستقرار وندر بلي إذا مثلا تلك الدروس صعب تلك الدروس صعبة غير مراجعة أم درس أنا قرأنا نقر مراجعة أنك لما قال لي قبل تلك دروسكم غير مراجعه ما درس ايه وبنو بلا ان فيها كان في نوخ انا خاصه يسلير يا تلك كما نصب بكره ذنات او غير مراجعه فهن دو اللي تكون بالي ما مسيا بالي بالي بس ما مسوا شرحنا كل هاي والظروف المتضمنه معنى الاستقراري ورئيس انت جالس قارئا للدرس بلى انت في الحجره قارئا للدرس
بس في الحضرتي في مستقرة بلا إظهار خنوت جار مجرور كمتعلق فعل عام بواحد الكلابات فنظر في مستقر بلي بلي قربان تورونا وندر عندنا توسط الحال بين صاحبه وعامله إذا كان إذا كان ظرفا أو مجرورا مخبرا يا مخبرا به مخبرا به تو مخبرا به بلى لا يما شن كوتو كان ابن مالك نادر لا يما حالك ترين صاحبك وعاملك أجر عاملك يا ظرف بو يا جار مجرور بو خبري بيدرابو بلى يعني بوبون بخبر جار مجرورك أي جارة بلى رونا ظرفك يا مجرورك بتخبرك وشي سعيد مستقرا في هجر سعيد هجرها يا حالي ودام الراوله اسالينا في هجر خبره جار ومجرور وخبره مستقرا حال الفاعل في هجر كهويت يعني بل ما صواب هنا كي اخفش هنا يوتيو واجازه الاخفش بكثره لا احكينا اللي ما نادرها اخذ جائزه بل 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 يا قربان أجازه ولا خوش بك ما لا أخرج الله استوى زورا بلي لا ابن مالك نرى لا يخرج إجازة رونا ما ومنع بعضهم بأوش بلي ومنع بعضهم أوكي. هذه الصورة كما منع تقديمها بي. عليها بك المحل بي بضل خوش صورة ومنع بعضهم بعضهم هذه الصورة كما منع تقديمها عليهما بالإجماع بالإجماع بلي لا لا علماء كباكم نسلم شو السيبة وهي أمشي وهي منع كردوها يعني أم كأوجار ومجرك يا ظرفك خبر بيو عامل بالحالة هو فرمي ممنوعة ابن مالك فرمي نادرة أخفض الله هر زور زورة سيبة وهي فرمي هر ناب يشتوى كما منع تقديمها عليهما بالإجماع بلي ما هم سيئا بلي كوشون منع كراوة بيشكوتني حال بسر ظرف جار ومجرور بإجماع بلى ما وصاوته زي كما منع تقديمها عليهما عليهما بالإجماع وكوشون بسر ذي الحالك وحالك الشاب بيشكي إثنى يريا بسر يا بيشكوتو بسر عاملك يا بسر ذي الحالك يا بيشنك وتبلينك سعيدة يعني هو شو صاحبك وعاملك كوتو آفرين أولي المستقر نكا وتوسطة بلام أم أقر هكيش هر دوكيان كي كزنا على درسنا بالي ما هم صيّم أستطلقت سعيد مستقرا في أجر حالك كوتو تبيني ذي الحالك ولقو عاملك يا وايا بالي كوتو تبيني ذي الحالك وعاملك يا بالي ما هم صيّم في الحالة السعيدة في هزر عاملك بلا ما قلت كيش هردو كيان في كوية بإجماع دلوزنية بلا مستقرة زي سعيد في هزر جسقان خوش بي أخوان سيئا بلا كابو عليهما يعني بسر حالو عاملك عاملك بسر صاحبي حالو عاملك صاحبك وعاملك نعم بلا ما سيئا آفرين بلا وتقديم الحال على عامله إذا كان عامله أفعل مفضلا به كون في حال على كوني في حال في حال نحو زيد سكتوا ونبوه نحو زيد مفردا زيد مفردا أنفع من عمرو معانا وهذا أطيب منه رطبا أو مستجاز ليه أي ألا زيد بتنيا زور بكلك سبيل عمر كخلقي شي لقلبي أم خرمايا بني وقيبي خورتر هر لو خرمايا كبتراوي قيبي بلي مام سيئا أما ليريا زيد مفضلة بحالك كمفردة بسر حالك ترى
كمعانن منيا بلي زيدي بتيا مان هي عملي معان ماني ام مفضله بسرع يعني ريان في نهر عيني ذي الحاله كخوي دو حالي هي كان بصر هي كان رطب ام خرمايا بني وقي خوشتي هل ام خرمايا كبتاوي قيبي الم حالتي الي بيشتوتني حال برعامي لك يش حاله كان مستجاز ريقي بيدرا ولني هنا ضعيف نيش نقروانا بمعنى كتر بتأكيد لي يضعف بل امام سيان والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد وغير مفرد بلي حال دائما يدي يقدر انا بوجه كزوري جبي حالة من همو حالة كان حالة اللي يكشد يا حالة اللي سرشتيك حالة كبو خوي يقدر انا زورة طبعا جاري ولا ذي الحالة كبو فرده يقدر جاري ولا مفرد نية سندانا ذي الحالة كمان شندانا بيتو حالة كمان او كان راح حالة كان بيت تعددها بيبي زور من بلي بلي ما هم سيئين هذا كذا تعدد بلام ذي الحالة كجاري ولا مفردة جاري ولا غير مفردة بلي يعني يقدر نية وزورة بلي ما هم سيئين والحال قد لك الخبر بلي دي بلي والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم كالخبر سواء كان الجميع في المعنى واحدا كاشتريت اشتريت الرمان حلوا حامضا أو لم يكن كجاء زيد عاذرا ذا ميني داري حال دي زورة من حالة كان جاء عمد أبو يقضي الحال فعلم تيبقى بكو خبر شونا كريسان خبر يا ابن ابو يق مبتدا وايا يصير كيف اخوانا هرب او حالانا اللي معناها يق ببنا يق لفظ بكو لي او خنارم كري ترشو شيرين بجا ترشو شيرين يق لفظ هي مزن بلا وايا كردش بيالا مزن وايا مية خوشي بيالا مية نير خوش يصير لي ريا حلوا وحامضا هرب كيان فمعناها مزن دوان حال للرمان كي يقنانيو لمعناها يق لكن بلاي مزن يا بيك نبن لمعناه يا نبن وك والله يزيد هذا هم بزي ورا قلت هم دروش يا صار مين لا تشيو هات ابو قربان مين معناه كذبة بلي بلي ما ايش كان كنت انا مين يعني دروخ بلي ما هو صحيح وغيري بزي ورا قلت دروش يا كنت اسلر يا عاذرا ذا مينين دو حال الحال اللي يقضي الحال كزيده نعم بنا يقلق بلا مصيح رونا مصيح وغير لقيت زيدا مصعدا منحدرا زيدا بيني او سركوت من داقرة او بلو سروا الرؤيم بلو خارها ما وصل وغير مفردين يعني ذي الحالة كغير ذي الحالة كيقدان أنا زول ويا قربان طوال أنت دو ذي الحال ما نهي كان تي كان زيدان دو حالش ما نهي كان مصعدان وهي كان منحدر هذا رونا قربان أم جاسون بزارين أما كام حالي كام يا أول فيالي فهو صعفو يسوا تايب كيتو بها حالة كان ليك جا كينو ألم من توشي زيد بوم أو سركوتو من لا أقرام ما صار مصعدا حال لزيد منحدرا حال ل حال لتيك بلي ما مصعد بلي ما ثم ان طهر طهر المعنى رد كل واحد ورا ظهر يا جاء ونشط الطهر اي شيء شيء ظهر المعنى رد كل واحد الى ما يليق به بلي رد كل واحد الى ما يليق به والا جعل الاول للثاني والثاني للاول أمزا أبو خطة ما شار السكفك أقر معنى كذا ركوت كاميان مثلا بو كاميانا أو هر كاماسيته بو أوزي الحالي كشايستيتي وإلا أقر درني كود حالي يكم بو زي الحالي دو ميداني حالي دو بو زي الحالي يكم ماذا ما أصلا دسا مثلا أنت أسمعت الدرس للطلاب مثلا سامعا
ما وصاويس يكمن حالي كمية بلي قربان هو طلابة بلي وعي اسمعت الطلبة الفيلم الطلبة سمعوك متكلما صامتا كان متكلما توي بلي ما وصيام صامتين أوانف بلا ما قدرنا يكون وكن منكيك لقيت لقيت زيدا مصعدا منحدرا أو مصعد لبنا زيدا حالك يا كم حالة ذي الحالة كدومة منحدرا كدومة كي داني بوتيكا رونا ما مصيا وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا وي باس يا صحاب ما نهبو بوخي مؤكد نبو معناها حالك مخياوتك ما لازم ابو يا من هنا بشوير منتقل ابو منتقل ابو جوري كما لحال هي بلا حال مؤكده يعني هر معناه عاملك ايش يدوباريك دوتو بس جاري عامل حال تاكيدك ريتو بس يبقى حالك بلى بكو امن مولي اجاو من يرو لزويا حالوا باجاو نيرو بي بالي اذا لا تعصى لا تعصى لقلب مفسد يجمع انا واي بلى واخي انا خير والعامل الحال وكذا صاحبها بها قد اكد في نحو لا تعث في الارض مفسدا رونا يا رسا اكيد عاملك شو تهيدي ذا حالك ايش عاملي حالك هروها صح حالك سرجع تذكر لنا بس يبقى حالك أخوي وكو أمن مني ومني كيش قرآن أرسلناك للناس رسولا إيه من تومنا أردو أبو لا همو خلقي حال وايا نيرالي إيه أرسلناك لقى الرسولا يجمعنا بلي حال اللي هردو كان هم بو زي الحالك هم بو حالك زي الحالك هم بو عاملك إيش تأكيد لقى بو هردو كان بلي بلي آتي كما لو شاء ربك ولو شاء ربك ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض ولو شاء ربك آمن من في الأرض لا آمن لا آمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء أقل أخوابي سائر أدي كوني لسري بيا أمو خلطي سر أرض إيماني عندنا ليس كله أو تأكيد أبو منك جميعاً إش حالة بالي ما هم سيئة حالة لكله تبقى يقر حال بي لكله معنى كان يكشف فجميع كل ما هم سيقوى تان هي أي يقوى تان حالة مؤكدة تأكيد معنى عامل ذي الحالة كاك بالي ما هم سيئة ايه ما صوتو اجنبي حال لكلك يا ضميرك ايه بحال حالتي اشتابلي منك اربع اشترى لآمن من في الارض اقر حال بلا منك منك اسمي موصول ولو وصول في خاخونوتا اسمي موصول بيتا شيء بيتا يتك لعام للغزكان عام وانا ما مصيح بابي مقرر أقل إيه بحال لكل وكاء وكله لقوزة معنا يجمعنا يعني أدو كان هريك بلي ما مسيا ما مصا بخبرين يان بس بيت والله إيه بيقل أخوين يخشي علي كيف خاني باشا والله ما قلنا في خاني هدو سا ما إن شاء الله إخوين أقل حزيش ناك إنا إخوين يا الله دي بلي وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر كما مبتدا ولفظها يؤخر حال وما هي تأكيد معنى عامل كي ناكاتو تأكيد جملة يكاتو أقل حالك تأكيد جملة يكردو أبي عامل كي مقدر بي حالك لهرد وهو بي بلي ما هم سيئة عامل كل دواء ما وصى لفظي حالك عامل كي بمقدر بحر نبي تلفظي في ناكري بلى
فمضمر عاملها عاملك هرنية لجملك يا لصي حالك بس دواء جملك بلي ماهو سيارونا قلبان ذكرونا وخبنا بلي وإن تؤكد أي الحال جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين لبيان يقين أو فخر أو تعظيم أو نحو ذلك مضمر عاملها أجر هات حالك تأكيد جملة كذا وكثيرة تقول دو اسم معرفي جامد ذاك هات شام تأكيد أبو بياني قلنيائي يا خوهل كيشان يا بزلدانان بقوردانان يا بني أمانة لو كاتنا خمض مر عاملها أبي عاملك مقدر به بالي نحو أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يالي وهل بدارة يالي الناس من عاري أبي ابن الكري دارة اشتو نسبي من بداره وناس راوا اري خلقي نتو خوا داره از عيبه كتياهو اباو كبا عصا اسمي افرت يكا اتن بشكم كتياهو بسوزاني علي مرأة النجيب بوك حمزة وطلحة وانا من اخوان نازان مسيري من اكل بكام يعني عصا انا ابن دارة تلك المرأة النجيبة والله بجواري بها شهر بهين بيغنا هو بهي بيا رازك بيا فتح ألم كري باجي دارا نسبا بو ناسا وخلقين اتخوا باجي دارا ازعي بتيابو بالي ما مصي نسالي ريا أنا اسميك وابنو اسميك جملك لم دو اسمك هاتوا معروفا حالك يا بالي ما مصي ذي اللي ريا أم معروفا نك حالا عامل كيك أحقه هو حذف كراهة. ما لي ما مسيارونا كمان. أنا ابن الدار. قل لي ها. ما لي ما مسيان. الإسلام جاء من إشكالكم بودرد وأحقه الضرس مذكره نايتي لقال بها ناقن جن أحقه يعني نسبكه. يعني بما نسبك إيه وحقه معروفا أو نسب إثباتك كحال وايا مشهور لنا وقلبيا أم هي بما نسب شيته وبقى لما يريم حالك تأكيد جملة أنا ابنك يعني هو تعاملك وحقه هو حدث كراه رونا ما مصلي كان خوش بيارب إيه وقيل أي بالي وقيل عاملها المبتدأ نحو وقيل الخبر الواقع في الجملة إيه هذا فرمي أنا عامل له حالة مؤكدة مبتدأ كخوي اللي أنا وخوي ذي الحالة كي مبتدأ عملي كردو لا معروفنا هذا فرمي أنا أو خبريك لجملة كي ابنه اللي أنا بلي الأخوان شو ينامت لكن القولين ضعيفان ورزاد آله بلي ولفظها يؤخر وجوبا 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 لجواز تقدم المؤكد على المؤكد لعدم بلي لعدم جواز تقدم المؤكد على المؤكد مؤكد هذا واجب على كبسة الدواء وشن كناكر مؤكد فيش مؤكد بكري وكتون كلهم فيش منكناك إلى آية فيشوا لأن أم حالة مؤكد جملة فيشوا أبي مؤكد لدواء وبي مؤكد لفيشوا بيت بالي ما مسيان رحمة الله عليك دس كان خوش بي يا ربي وعجزاء وثم مسيان عليكم الرحمة فالي ورازي بي يا ربي ما مسيان درسي تري بخير والله إيش على مساكر جناب دخل فنبونات ومن هاي جاكش قربان إزور باشي سواء كجين مو إن شاء الله لا خدمت هنا وصي يلاك حاضر بونجرز بس ترجعوا وصي بس ترجعوا ان شاء الله تلفوني بيكم بس يلا سرخه ابو يبك يا فايبر نيو